بما انه سيدي رمضان على الابواب جبت لكم حاجه من الحاجات اللي نعملها باش نربح الوقت في الكوجينه بتاعي. مرحبا بكم في دبارة خفلف. عجينه سحريه اللي نعمل بها التناوش متاعي الكل. واليوم اخترت باش نعمل لكم لي ميني بيتزا. كيفاش نخليهم هكا في لي ساشي زيب، كيفاش الكويسون تاعهم لازمها تكون باش تجيكم ناجحه، وباش نجم تصبر لكم في الكونجيلاتور، ونشوفوا مع بعضنا لي زانغريديون. شنو باش نستحقوا للميني بيتزا متاعنا؟ عندنا هوني 400 غرام فارينة، عليهم مغرفة صغيرة ملح، 4 مغارف كبار زيت زيتونة، مغرفتين كبار كريم ليكيد ولا كريم فريش، هوني عندنا مغرفة صغيرة متاع خميرة متاع خبز، مغرفة صغيرة سكر، ومعاهم 300 مليلتر ماء دافي. بيان سور ما ننساوش لي ساشي زيب هذوما. ما هو توا عدا تحضيرات رمضان بتاعي، دونك قلت خليني نودكم بالروسيت هذيا على خاطرها ديما نعملها كل عام قبل سيدي رمضان، نحضر كونتيتي باهيه نتاع الميني بيتزا هذوما والكل، من بعديك نجبدهم نحط الصوص نتاعي الحضره باش هذيا نتاع صوص البيتزا نتاع صبره، وكهو نحط فرماج تون، نجم نحط فيه مكروفات اللي نحب، من بعد التوبينغ نتفنن فيه. دونك هذيا الباز باش نوريكم، تبعوني ايتاب باغ ايتاب باش نوريكم كيفاش نصبرها وتقعد لي في الكونجيلاتور مده طويله. دونك الحاجه الاولانيه باش نعملوها، هوني عندي شويه ماء ملذذ باش نحطوا فيه اكل المغرفه نتاع الخميره نتاع الخبز ومعاه شويه سكر. وشنو باش نعملو؟ خلط خلط خلط. باهي نخليوهم على جنب، ناخذو البول متاعنا، هوني عندنا الفارينه وعندنا معاها الملح. نجمو تحطو كونتيتي ما اكبر، وانا جوست هوني خاطر باش نوريكم ومستسه نحط نعمل كيلو ونعمل كيلو نص، نعملهم الكل ونخليهم في الكونجيلاتور. دونك تنجمو تاخذو كونتيتي ما اكثر. نخلطوا هذوم الكل مع بعضهم. حاجه اخرى زيدة، البات نتاع البيتزا نجمو نفوحوها، نجمو نحطو فيها بازيليك، نجمو نحطو فيها بصل نسوتيوها شويه باش يجي فيوحه وتجي مطعمها بنين. هنايا باش نزيدوها 4 مغارف، مقدار 4 مغارف كبار زيت زيتونه. باش نوريكم عاد لانغريديون سكري، هذايا السر نتاع الوحده باش تجيكم مبسه نتاع البيتزا، باش تجيكم مبسه. دونك نخلطوا هذوم الكل مع بعضهم، نعملوا لهم دوره بالبيتخان. بي بديت شكلبات تشد روحها، هوني باش نزيد المغرفتين نتاع الكريم ليكيد اللي قلت لكم عليه، نخليها تكمل تتركض. بي البات نتاعنا حضرت، اجيو اقربوا باش نوريكم التكستور. شوفوا كيفاش امورها مريقله تعمل 66 كيف. توا باش نخليوها ترتاح 30 دقيقه ونرجعوا لها باش نشكلوها ونوريكم كيفاش نطيبوها. اي يزيها البات مرتاحت كهو، فيه البركه 30 دقيقه تكفي باش ترتاح بالكدا. دونك هذايا البات نتاعنا، نحيوا لك الهواء اللي في وسطها وباش نبداو نشكلوا فيها. باه نجيبوا القلقه للعجيب نتاعي ومعاه الفارينه، نحطوهم هنا نرشوا شويه هكايا هنايا، نبداو نحطوا البات. لاتو نتاعي نحط فيه بابيي كويسون، ديما لاستوس هاذيكا نتاع البابيي كويسون نعملو باش من بعد يقعد لي في البلاتو راكح ما يخرجش مرولي. جبت انا هوني لومبورت بيس نتاعي اللي هو هذايا، نحطو هكا في الفرينه ومن بعد باش نقص. ما كان ما عندكمش تختاروا صحفه والا تختاروا بكيس اللي يبدا حاد شويه هكا الاطراف نتاعو باش تنجم تقص لكم البات. بيه نحطو كطرف الفرينه هكا ونحلو البات نتاعنا. بيه هوني توا باش نبداو نشكلو الميني بيتزا نتاعنا. لو بالحق اسمع الروسيت هذي والليزاستوس هذوما يسهلوا على الاخر، خاطر جينيرالمون في رمضان نحبوا برشا تناوش. دونك باش تقعد اعمل بات وخليها ترتاح وكل شيء، كي تلقاها ساهله مهله هكا في الكونجيلاتور تسهل عليك على الاخر. على ذيك انا والبات هذي راهو نجم نعمل بها بطبوط، كيما نجم نعمل بها لي ميني سالي، نعمل بها حتى ساعات البريك الدنوني. هنايا باش نجيو بيان سور كالعاده ناخذ فورشيت نقبوهم هكا شويه، نحطوهم في البلاطو توا بعد ما نعملهم بالفورشيت. وشنو هو ديريكسيون فور؟ اما المره هذيا مش نطيبوهم معناتها يتيبوا على الاخر، باش نعملوهم شطر تيب، معناتها ديك البات
تشد روحها وتتنفخ شويه وتولي كيما بريسك معناتها لازم لازم الكويسون تاعها كيما البانيني بالضبط. دونك تبدا البات نتاعنا تحسوها مازالت معجنه شويه اما هي شاده روحها. وقتها انا باش نطفي عليها ونخرجها. عطاو نوريكم كيفاش. الفرشه الاولى حضرت دونك خليتها تبرد شويه. دونك شفتوهم الكعبات نتاعنا كيفاش يجيو خشين شويه. دونك بعد ساهل برش الكعبه تحط لها شويه صوص. انا هوني عندي صوص طوماط نتاع صبره. عطاو نوريكم كعبه كيفاش نعملوها باش نتوما تفهموني. نحطوا شويه تون شويه موتزاريلا تك تدخل الفور تك تخرج امورها واضحه. فيسا فيسا 5 مينوت تكون عندك البيتزا نتاعك حاضره. اما شنو لازم تتبعوا الاستوس هذيا باش من بعد ما تشدكمش برشا وقت. ايش قولكم في لي ساشي زيب نتاعي كما ديتهم اونلاين؟ ايش قولكم فيهم برك؟ دونك هذوما باش نحطهم في الكونجيلاتور اون بلوس من بعد ما تكمل تغسل وتعاود تستعملهم. نجيو هنايا ونكتبوا عليهم بيتزا فطورك يا مدام. استنى لي ميني بيتزا نتاع كل نهار ونهار. ونجيو هنايا ونحطوا عليها ميني بيتزا فوالا. ونحطوا الكوغ نتاعنا قلوب قلوب ويذ لاف. وهذه الاولى كملناها. هوني عندنا الصوص بيتزا نتاع صبره حاضره باش هوني نحط الصوص بتاعنا بيه. هذه هي كانت الاستوس متاعنا اليوم. قلنا اليوم فك علينا مدبره نعملوا استوس تربحنا الوقت في سيدي رمضان. ما تنسيوش الفيديو تلقاوها موجوده على اليوتيوب نتاع تنويشه والا نسمة كويزين ولا حتى على الفيسبوك نتاع تنويشه زاده. نستنى لي كومونتير نتاعكم. كان عجبتكم الفكره هذيا جربوها واعطيوني رايكم فيها. تشاو وان شاء الله رمضانكم مبروك.